بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي موقع في الجول اهلا بيكم. يمكن ضيفنا النهارده هو واحد من الاسماء المعروفه جماهيريا واعلاميا داخل القائمه الموحده برئاسه كابتن حسين لبيب. يمكن هو مش مجرد مرشح لعضويه مجلس اداره فوق السن، هو واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من الحراس التاريخيين لنادي الزمالك، وحصد العديد من الالقاب منذ انضمامه لنادي الزمالك حتى الاعتزال عام 1999. يمكن بيشرفنا النهارده يكون معنا كابتن حسين السيد. اهلا وسهلا بك، انا الشرف لي ان انا موجود معاكم في الجول. ربنا يخليك كابتن. يمكن ندخل من الانتخابات، يعني قرار الترشح، امتى جه قرار الترشح وامتى خدت قرار انك تبقى تترشح المنصب العضويه فوق السن داخل نادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرار الترشح يمكن مش عايز اخبي على الناس، او كنا لما كنا في ايام قائمه الكابتن حسين لبيب بسنه 21 كنا احنا كمجموعه متكامله كده، كنا 7 8 افراد، كنا بنفكر ان احنا ممكن لو في انتخابات هتقام ان احنا كلنا نخش كده يعني زي بالقائمه كامله، ونضيف علينا بقى 4 أو 5 تانيين، لان احنا كنا 7 8 افراد، كان المفروض هيبقى ناقص لنا 5 أو 6 افراد. فكانت الفكره موجوده عندنا، بس ما كناش يعني كنا مستنيين الوقت المناسب او الظروف ان هي تخلينا ناخد القرار، لان برضو انت عشان تخش انتخابات عايز 12 فرد، فعشان تكمل 5 أو 6 افراد بنفس بنفس التفاهم ونفس الاستراتيجيه ونفس الاهداف واحده، كان بيبقى صعب ان انت تنتقيهم، والفتره كانت قليله. فما كانش حاصل نصيب ان احنا وفقنا ان احنا نخش في الانتخابات اللي فاتت، انما لما المجلس بقى استقال في الفتره دي الفكره اتاكدت عند الكابتن حسين لبيب، وابتدى يعمل اتصالاته، وقلنا ان احنا ممكن فعلا بجد نكمل المجموعه 12 فرد ونخش كقائمه واحده. فاعتقد ان الفكره جت من هنا، انما تفاصيلها ايه بالتحديد، حته ان انت تنقي، او دي كانت اهم نقطه موجوده، ان انت تخش انتخابات يبقى لازم المجموعه كلها كافراد. احنا الحمد لله كنا 5 موجودين من القائمه، من لجنه الكابتن حسين لبيب موجودين في نفس القائمه دي، جمعنا بقى 7 افراد على نفس التفاهم ونفس الاهداف اللي هي خدمه نادي الزمالك، في الفكر، في الاستراتيجيه، في الاهداف، في انكار الذات، في مواصفات كتيره جدا قريبه بينا وبين بعض كمجموعه. عشان كده احنا كابتن حسين لبيب اتخذ قرار ان احنا نخش الانتخابات السنه دي. يمكن في تجربه حضرتك قلت عليها تجربه سابقه عام 2021، يمكن كان فيها بعض النجاحات في ملف كره القدم، كان ابرزها تمديد عقد الونش وتمديد عقد احمد سيد زيزو. دلوقتي ايه الفرق ما بين 2021 و2023 على مجال في كره القدم تحديدا، الملف اللي قال كابتن حسين لبيب انه هيبقى مع حضرتك مع الكابتن احمد سيد؟ اعتقد ان ظروف الى حد كبير متشابهه ايام لجنه الكابتن حسين لبيب والوضع الحالي اللي احنا ان شاء الله هنبقى داخلين عليه. نفس الظروف في ايه؟ احنا لما دخلنا كان عندنا ايقاف قيد، برضه احنا برضه عندنا ايقاف قيد في السنه دي، كان في مستحقات كتير قوي خاصه بفرقه الكوره، انا مش بتكلم بس على النادي ككل، النادي ككل كان مديون، هنقول ما فيهوش فلوس، نفس الموقف برضه الفتره ديت ما فيهوش فلوس. الحمد لله ربنا وفقنا، لان احنا فكرنا شويه بره الصندوق ان احنا ازاي نوفر مستحقات اللعيبه عشان هيئ لهم الاجواء والاستقرار المعنوي عشان يقدروا يؤدوا في الملعب. فاحنا عملنا حاجه بسيطه جدا يمكن برضو الناس تتذكرها، احنا لما مسكنا كان في شهر مايو 21، مشينا في شهر نوفمبر، قعدنا 6 شهور، كانت مستحقات اللعيبه تقريبا اللي وصلها يوم ما وصلنا كانت كل لعيب واخد 20% من اجمالي مستحقاته، يوم ما مشينا وصلنا ل 80% من اجمالي مستحقاته. المشكله مش في حته انت سددت له كام وهو كان ليه ايه وانت وصلت لايه، قبل دي نقطه مهمه جدا انا دايما بحب اكد عليها. ليه؟ لان دي هي مربط الايه او مفتاح اللعيب، ان انت تبني الثقه اللي بينك وبين اللعيب. فاللعيب لو وثق فيك تاكد ان هو خلاص انت كده صفيت له ذهنه، مش كل شويه او كل يوم هيقعد يفكر بينه وبين نفسه انا ليا ايه، هعمل ايه، هيعملوا معايا ايه، هيدوني امتى فلوسي، الكلام ده كله انت لازم تفرغ ذهن اللعيب ليه. فاللعيب عايز يعرف ايه، عايز يسمع كنا بنقول له يوم كذا هيكون عند حضرتك القسط بتاعك المبلغ الفلاني. فهي اهم حاجه بينك وبين اللعيب انك اليوم اللي تقول له عليه هيخش له فيه فلوس فعلا يروح يلاقي فيه فلوسه، فانت كده بنيت الثقه بينك وبين اللعيب. فدي كانت اهم نقطه احنا لعبنا عليها، طالما بنيت الثقه بينك وبين اللعيب، اللعيب هيتفرغ ذهنه للملعب وهيديك هيطلع لك 100% من ادائه الفني. دي احنا لعبنا عليها كويس جدا. النقطة الثانية يعني في بعض اللعيبة بيبقى عندها مشاكل لمجرد ان انت عايز، فهو عايز حد يقعد يسمعه،
فانا كنت بجيب اللعبه وبعد اسمع لها بدون دخول في تفاصيلها لان كل دي تفاصيل كتير قوي ما اعتقدش ان هي تهم حد. اقعد اسمع اللعيب وسيبه يفضفض، فانت اوريدي خلاص كده انت ريحته، سمعت منه ايه مشاكله وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تحلها له. انما كانت الاغلبيه المشاكل كلها كانت ماديه، فانت اوريدي وفرتها وحلتها وبنيت الثقه بينك وبين اللعيب. اشتغل بقى لعيب بقى في الملعب، فاللعيب بذل كل اللي يقدر عليه في الملعب، عشان كده ربنا كرمنا ووفقنا وكسبنا الدوري وكسبنا 6 بطولات تانيين، طايره وكاس وهاندبول وباسكت على سوري. فكل الكلام دوت احنا هيئناه. اعتقد ان ظروف مشابهه بالظبط نفس السيناريو بتاع 21 انت داخل برضو على مشكله ان في لعيبه عندها تجديدات. معلش انا نسيت برضو احنا برضو في 21 دخلنا برضو كان في عندنا ناس على وش تجديد، جددنا للونش اول واحد، وبعد كده جددنا لزيزو بعديه، وبعد كده جددنا لعبد الله جمعه وامام عاشور، وفعلنا العقد الشراء بتاع او بند الشراء بتاع سيف الجزيري. فاحنا عملنا 5 عقود ودول كانوا القوام الرئيسي لنادي الزمالك. اللي فاضل منهم في الوقت زيزو وعفاط فتوح وسيف الجزيري، ان شاء الله هنعمل نفس الاداء اللي احنا عملناه ونفس الفكر. هنوفر لهم مستحقات ازاي؟ عشان الناس تقول لك الله ازاي عاملين صندوق. الصندوق دوت اوريدي اوريدي فيه فلوس كويسه، هنعمل منها تجديدات اللعيبة عشان نقدر نرفع القيد اول ما ربنا يوفقنا ان شاء الله ويكون لنا نصيب وحظ ونكون موجودين في الإدارة. نرفع القيد وعشان أستغل القيد في يناير بتاع يناير أدعم بالفريق. هندفع اللعيبة الأجانب، يعني القيد ده الفلوس ده أو الصندوق دوت عفوا مش للعيبة المصريين ودفع القيد، لا هترفع القيد وهتدفع مستحقات اللعيبة منه سواء مصريين أو أجانب، وبعدين تدفع بقى الغرامات بقى بتاعة الأواضي اللي عندك عشان تقدر ترفع قيدك وتقدر تستفيد بإيقاف او القيد بتاع يناير. فكل الحاجات دي اريد احنا شغالين عليها مش من بدري، مش شغالين لسه هنبتدي نشتغل لما نبتدي نخش، احنا اريد شغالين عشان تبتدي اول خطوه هنعملها في ملف الكوره فعلا انك ترفع القيد عشان تقدر تستغل الفتره بتاعت يناير كويس. طيب احمد فتوح رجل بتقول انه بدات تشتغل ملف، هل ملف احمد فتوح حتى كمحبين نادي الزمالك قبل يعني جماعة ما تقول رايها في 20 اكتوبر، هل بدا الكلام حتى بشكل ودي مع احمد فتوح؟ عشان خاطر في كلام كتير ان احمد فتوح اصلا خلاص لغايه يناير يقدر بقى يمضي لاي فريق، في مفاوضات، في بعض الانديه مهتمه بالتعاقد مع اللاعب. بص فتوح بالتحديد وغيره انا مش عايز اخص فتوح بالتحديد، انما طالما ذكرته هقول لك فتوح. انا كراجل مرشح انا لسه لغايه دلوقتي ما عنديش صفه رسميه ان انا اتكلم فيها مع اي لعيب، فما ينفعش ان انا اتكلم مباشره مع اللعيب. انما ممكن انا اعمل ايه لو انا عايز ادعم او عايز اساعد او عايز اعمل اي حاجه، فلازم تبقى عن طريق اللجنة الثلاثية اللي بتدير النادي حاليا. فأنا ما أقدرش أكلم لعيب مباشرة، لو هعمل حاجة زي ما قلت هعملها عن طريق القنوات الشرعية اللي موجودة في النادي. إنما بصفة عامة أنا أوريدي الفتوح بالتحديد طالما تذكرته وغيره، ما هو في ناس كتير عندها تجديدات في يناير أو هو من حقه هيبقى في يناير إن هو يقدر يتفاوض. فإحنا إن شاء الله هيبقى أنا عندي مثلا لو ربنا وفقنا برضو في شهر 10 أو 20/10 زي ما بقولك إحنا أوريدي عندنا الخطة البلان اللي إحنا هنشتغل عليه يوم 21، يعني الانتخابات يوم 20/10 إحنا من يوم 21/10 هنبتدي نشتغل. فأنا هيبقى عندي تقريبا شهرين قبل ما يخش في فترة بحب اسميها فتره الريبه اللي هي في يناير، بقى هيبقى اللعيب بقى من حقه ان هو يروح ويجي والكلام ده كله. هنكون مخلصين فتوح وغير فتوح لان انا عندي 5-6 لعيبه عندها برده نفس مشكله او نفس موضوع فتوح. فيعني بحب اطمن الجماهير في الجزئيه ديت لما ابقى مسؤول وابقى بس ذو صفه رسميه في النادي ان شاء الله كل خير هيبقى فريق كوره. يمكن برده من الامور برده الجمهور الزمالك عارف انه عنده ازمه قيد فما قدرش يدعم الفريق قبل انطلاق الموسم، ولكن يناير هل حضرتك شايف انه الزمالك هيتم دعمه بالشكل الامثل في يناير ولا ضيق الوقت، خصوصا ان مش معظم الانديه بتسيب اللعيبه بتاعتها في يناير؟ انا متفق معاك في النقطه دي لان مش السوق هيبقى ايه، هيبقى ضيق يعني قبل بدايه الموسم بتبقى دايما السوق واسع والايه يعني السوق مفتوح، عندك لعيب بدل لعيب 2 و3 و10 هيبقى عندك البدائل متوفره. لا انت بقى دلوقتي لما بتخش في يناير ما بتلاقيش السوق مفتوح، فدي ممكن تكون نقطه صعوبه. احنا انما على قد ما نقدر لازم ندعم وان شاء الله ربنا يوفقنا ونلاقي عناصر برضو تبقى فري برضو او شبه فري او زي مثلا الوضع عندنا في يناير هيبقى حر ان هو يتكلم، هنقدر نتفاوض برضو
في يناير عشان يبقى ملتزمين باللوائح والقوانين، ان انا ما اقدرش افوض لعيب في ايه في فتره وهو على عهده او قيد اي نادي تاني. فهنشوف مين يناسب احتياجاتنا وقتها في يناير وما قبل يناير نبتدي نتفاوض معاه، طالما المراكز دي انا كنادي الزمالك في حاجه اليها. يمكن الفتره فاتت كان في زي بيقولوا توتر في العلاقات مع النادي الاهلي، شايف وبدا خلاص يعني بدا يعني النادي الاهلي بدا يضم لاعبين سابقين نادي الزمالك في اكتر من لعبه، ونفس موضوع نادي الزمالك، شايف سبل التعاون ازاي هيبقى ما بين الطرفين، خصوصا ان في حاله من زي ما بيقولوا التوتر او الاحتقان الجماهيري بشكل او باخر من الفتره السابقه. العلاقات بين الناديين كادارات احنا اتفقنا ان هي تقوم على التوازن والاحترام المتبادل. الجماهير بيبقى ليها وقت شويه، هتاخد وقتها شويه، ولما هي كجماهير بتحس ان العلاقات الطيبه موجوده بين الادارات تاكد ان هي بالطبيعه هتنعكس عليهم الرؤيه ديت، وهيبتدوا هم حتى يشجعوا الكوره او يشجعوا فرقتهم لمجرد الفرق. ما حته بقى الكلام اللي هو هيبقى مثلا خارج عن نطاق او سياق التشجيع اعتقد ان هو هيخف الدرجه كبيره جدا جدا. يمكن في لعيبه من القوام الاساسي كتير مشيت من سنه 21 لغايه دلوقتي، لو بايدك حتى تحاول انك ترجع لاعب من اللاعبين السابقين، يعني ساسي كان موجود، بن شرقي، طارق حامد، مصطفى فتحي، يعني لعيبه كتير كانت موجوده داخل نادي الزمالك وبعد كده مشت، هل لو ممكن انك حضرتك تبتدي تفكر في انك ترجع حد لو القدره الماليه لنادي الزمالك تسمح؟ مش قدره ماليه بس، اي حد تاكد ان نادي الزمالك هيبقى في حاجه ليه وقتها وقت ما هنبتدي نتفاوض واحتياج، تاكد ان انا هيبقى طالما من مصلحه نادي الزمالك ان هو يبقى موجود، تاكد ان احنا هنجيبه. انما انا ما اقدرش احكم عليها دلوقتي، انا لازم اقعد مع المدير الفني واشوف احتياجاته ايه، المراكز اللي ناقصه عنده فيها ايه، مين بيغطي المراكز دي بره، عشان ابتدي اركز اتفاوض معاه. ولو هو مدير الفني احتياجاته في فلان وفلان 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 وفلان, وفلان دول اوريدي متاحين بالنسبه لي هنجيبهم، مفيش حاجه تمنع من ده خالص يعني. تمام. يمكن حضرتك بتقول انك هتقعد مع المدير الفني، بدا يبقى في كلام بدا يتقال انه المجلس اللي جاي عنده حاله من عدم الرضا على مستر اوسوريو، الكلام بدا يتقال انه ممكن الراجل يبقى بدا يتقال شائعات ان ممكن مستر كارترون يرجع ان مستر كارترون يرجع، خصوصا ان هو كان ليه تجربه جيده في فتره اللجنه اللي كنت حضرتك جزء منها طبعا كابتن حسين لبيب، شايف الكلام ده صحته ايه من عنده؟ بص انا عشان احكم على الراجل والناس تقول لك انا احنا اول ما هنيجي هنمشيه، امشيه ازاي وهو اصلا الراجل مش عايز اقول مظلوم، لا ما فيش حاجه اسمها مظلوم، في حاجه اسمها انت ما وفرتليش عناصر النجاح. هو الراجل لما جه اشتغل طلب تدعيمات في مراكز معينه، هل احنا وفرنا له الطلبات دي؟ ما اعتقدش، او ما حصلش بمعنى اصح. فهو اوريدي ظروفه انا ما اقدرش احكم عليه، وفي الظروف الحاليه دلوقتي اللي هو فيها، لان الظروف بتاعته هو واللاعبين غير مستقره على الاطلاق، فما اقدرش اطالبه بنتائج. لازم اوفر له الاول عناصر النجاح عشان ابتدي احاسبه. هو طالب حاجه كمدير فني، هو عايز تدعيمات. طيب عم انت عايز تدعيمات في ايه؟ 1 2 3. طب اتفضل ادي 1 2 3. اللعيب عايز ايه؟ عايز 1 2. وفرت لك 1 2 اللي انت ايه محتاجهم. ادي عملت الاستقرار بتاع الجهاز الفني وعملت الاستقرار بتاع اللعيبه. خدوا بقى فرصتكم وتعالوا. نحاسبكم بقى بعد ايه؟ اوفر لك الاول عناصر وسبل النجاح اللي انا اقدر بعد كده احاسبك، عشان لما احاسبه يبقى حسابي منطقي ومعقول. ما ينفعش ان انا في الظروف اللي هو فيها دلوقتي واجي اقول له تعالى انا عايز نتائج، هيقول لي نتائج ايه؟ ابسط حاجه كمدير فني هيقول لي النتائج ايه؟ ما انا طلبت منك فلان وفلان وفلان في المراكز اللي ناقصاني وانت ما دعمتنيش، فانت بتحاسبني على ايه؟ فانا هعتبر ساعتها مشارك معاه في الايه؟ في المستوى اللي هو فيه ده. فيعني اعتقد الكلام ده مش مظبوط. طيب اخيرا رساله لجماهير نادي الزمالك والاعضاء الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك. ربنا يوفق كجماهير الكوره طبعا، يعني كلنا عارفين دايما تمنياتها، احنا ان شاء الله هنعمل كل اللي نقدر عليه في فريق الكوره زي ما قلنا، بنحب نعيد وناكد، هندفع مستحقات اللعيبه، هندفع الغرامات القيد، هنجدد للعيبه، هنعمل تدعيمات في يناير. الجماهير بقى اعضاء الجمعيه العموميه يعني حاولوا ان انتوا ربنا يوفقنا كده ان شاء الله، ونركز في اختياراتنا، والاختيار اللي انت شايفه الاصلح ادي صوتك ليه. احنا بنتكلم كمجموعه كافراد، ليه كقائمه واحده؟ لان احنا دلوقتي عشان برضو هرجع اقول لك ايه، لما تيجي تحاسب حد حاسبه ككتله، يعني لما باجي احاسب على سبيل المثال الجهاز الفني
بحاسبه ككتله واحده بغض النظر عن هو مين المساعدين معاه، انت مدير فني وهو الكلام ده كله، انما هي مساله تفاهم وانسجام، وعندك الاوريدي الخطه والبلان او البرنامج بتاعك قايمه واحده اللي هتبتدي تشتغل فيه من ثاني يوم، لان انت اوريدي مذاكر ومحضر، فمش هياخد وقت. فاعتقد ان انا اتمنى ان هم يكون ربنا يوفقهم في اختيار القايمه الموحده، قايمه الكابتن حسين لبيب. كل التوفيق. شكرا للكابتن حسين، بنشكرك على تواجدك معنا في موقع في الجول. ألف شكر. شكرا لك. ألف شكر.